يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثبت صحة الحديث أو ضعفه، فلماذا لم يثبت ذلك في حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك عليه رحمة الله؟ لأن فيه مقال، لأن الحديث فيه مقال، ضعيف الحديث، نعم، لكنه يقول إن صح علق الحكم على صحته، لأنه قد يقول بعض العلماء أنه ضعيف بينما هو ليس ضعيفا، نعم، فهذا من تحرزه رحمه الله ومن ورعه ومن تحريه مع ما هو عليه من العلم الغزير. وأما نحن على طول الحديث باطل، الحديث غير صحيح، الحديث ضعيف، ما نتثبت أو نترسل، على طول الحديث غير صحيح، حديث ضعيف، حديث أو صحيح، وهما لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل يا أخي، ولا وصلت إلى هذه الدرجة أيضا. نعم، الأئمة الكبار يتورعون ويتثبتون عند الأحاديث. نعم.